أحد الأخبار اللي حابين أيضا يعني نوضحها لحضراتكم ونتناقش فيه ويكون فيه يعني تفاصيل أكتر عنه. طبعا حضراتكم هنتكلم عن السياحة. طبعا حضراتكم عارفين إن قطاع السياحة تأثر بشكل يعني كبير ويكون بشكل كامل جدا في الفترة اللي فاتت علشان الوضع اللي احنا بنمر بيه. طبعا حضراتكم عارفين يعني حصل بعض الإجراءات لكي تخفف هذه الأمور. طبعا قبل يعني عيد الفطر طبعا تم تقديم بعض الفنادق لأن هم يقدروا يعني يستقبلوا زائرين وسائحين، ولكن بنسبة 25% و50% من العاملين، وفي ناس بتقدم كمان مازالت بتقدم، فبرضه هنعرف تفاصيل عن ده اكتر. ولكن الاهم ان لما القطاع تأثر جدا فتم انشاء صندوق طوارئ للسياحة. حابين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الاستاذ هشام الشاعر، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية. الو صباح الخير استاذ هشام. صباح الخير، الصوت واطي شوية عندي حضرتك. طيب نحاول نعلي الصوت، حضرتك كده سامعني كويس؟ يعني لحد ما. طيب هل استاذ هشام، طبعا حضرتك عارف ان احنا يعني موضوع السياحه اتكلمنا عنه كتير وان هو بشكل كبير قوي اتاثر في الفتره اللي فاتت، ولكن تم انشاء صندوق طوارئ للسياحه، حابين نعرف يعني تفاصيل عن هذا الصندوق، يعني مين صاحب الفكره ومين بيتم تمويله ازاي يعني؟ الو صندوق استاذ هشام، حضرتك سامعني؟ انا سامعك بسيط بس انا اقدر اجاوب يعني. اتفضل. احنا بنتكلم بنقول حابين نعرف تفاصيل عن يعني انشاء، يبقى في انشاء صندوق للسياحه، وحابين نعرف يعني بيتم تمويله ازاي. طب هو احنا الصندوق لسه لم ينشا بعد، هو مشروع لانشاء صندوق لمساعده القطاع وقت الازمات والعاملين بالاخص في القطاع. الصندوق ده احنا لما كان صندوق الطوارئ بيصرف للناس فكان بيصرف على المبلغ التأميني، وزي ما احنا عارفين المبلغ التأميني معظم الناس الغالبيه بتبقى مأمنه على العدد الاقل بالحد الادنى للتأمين، والعدد الاقل بيبقى بالحد الاعلى، فطبعا دي بيبقى اللي بتصرف يعني على الحد التأميني، فبيبقى مش مساعد قوي للعادة. ففكرنا ان احنا ننشئ صندوق بحيث ان احنا لا نقدر نعمل بقى حاجة على الاجر الشامل بتاع الموظف، وده هيكون تمويله عن طريق الغرف نفسها، بيشترك فيه جميع الغرف السياحية والاتحاد، وطبعا معنا الوزارة في هذا المشروع، اللي تمويله هيكون اساسا من الغرف نسبة معينة من اشتراكات المنشآت في الغرف بتاعتها، زائد ان هيكون في نسبة على الأجر الشامل للموظف يتقاسمها الموظف وصاحب العمل، بحيث لما نيجي نصرف مبالغ ان شاء الله وربنا ما يجيبش أزمات، بس في وقت الأزمات يبقى نقدر نصرف مبلغ معقول يساعد المنشأة على انها في الوضع اللي احنا فيه العمالة، ويساعد الموظف نفسه على انه يبقى داخل له مبلغ معقول نقدر نمشي بيه فترة الأزمة. طيب هل استاذ هشام، هل ده يعني هذا الصندوق بديل لصندوق يعني القوى العاملة الخاص بالسياحة، ولا ده غير ده؟ هو ده غير ده لحد دلوقتي، احتمال بعد كده يضاف عليه المبالغ اللي هتخش من صندوق الطوارئ العام بتاع الدولة، يبقى كده نقدر نضمن مرتب معقول، مبلغ يعني يكون موجود. اللي بيهمنا الموظفين في الاساس، العماله دي ما نقدرش نستغنى عنها لان العماله دي مدربه وكذا وكذا. لما الصندوق ده هيكون بمشاركه الخمس الغرف السياحيه استاذ هشام؟ بالظبط كده يا فندم، كل الغرف السياحيه ان شاء الله تبقى مشتركه فيه يا رب، ونتمنى ان شاء الله يكون يعني صندوق داعم للموظفين والعاملين. طيب استاذ هشام، في نقطه مهمه جدا، طبعا حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت تم يعني تقنين او يعني تقديم بعض الفنادق لانها تزاول عادي الوضع، ولكن ببعض الاحترازات وبعض الاجراءات المهمه. حابين نعرف هل في فنادق يعني تقدمت يعني هذه الفترة عن السابق بطلبات أكثر إنها تنضم يعني لهذه الفنادق السابقة؟ قطعا يا فندم، هو الأول إحنا كنا قبل العيد مباشرة كنا شغلنا في حوالي
80 فندق على مستوى الجمهورية. احنا دلوقتي تعدينا 150 فندق اللي خدوا الشهادة المبدئية، وعندنا لسه كمان ناس ومازالت لجان التفتيش شغالة بتعطي هذه الشهادة. عندي اكتر من 200-250 تاني في قائمة انتظار، وهو اصلا هو المفروض ان شاء الله ان كل الفنادق يتم لها هذا الاختبار لإعادة التشغيل. انت عارف حضرتك اعادة التشغيل ده بيكون لجنة من طبعا وزارة السياحة ووزارة الصحة والغرفة، ومعانا كمان ثلاث شركات اجنبية عشان ندي طمأنينة للسائح الخارجي. طبعا ان احنا معانا شركة تمام معانا في التفتيش، ويبقى بالنسبة لهم دي حاجة مطمئنة يا رب ان شاء الله. طبعا احنا يعني بنتمنى ان الازمة تعدي على خير، وان قطاع السياحة يرجع يعني كسابق عهده، ويرجع كمان بقوة اكتر يا رب ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. انا بشكرك جدا الاستاذ هشام الشاعر، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت الفندقية، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني زي ما حضراتكم يعني سمعتوا وتابعتوا في كل المكالمات والتفاصيل اللي احنا بنتكلمها، ان هو يجب علينا ان احنا نتعايش في هذا الوضع الفترة اللي جاية، ولكن ناخد احتياطاتنا واحترازاتنا علشان نحمي نفسنا واسرتنا، ونحمي كمان المواطنين اللي يعني بنقابلهم في الشارع اللي ما نعرفهمش واللي نعرفهم. يعني هنحاول ان احنا بقدر الامكان نعدي الازمة دي على خير يا رب ان شاء الله.